السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في الدرس الجديد على القناة ديالكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش تشريو من علي اكسبريس او من اي موقع اجنبي عن طريق البطاقة البنكية ديالكم، لان العديد من الاشخاص من بعد ما درت هذا الفيديو اللي امامكم نتاع طريقة الشراء من علي اكسبريس بارخص ثمن وبجودة عالية، لقيت باللي العديد منكم ما كيعرفش يدخل المعلومات ديال البطاقة وكيفاش يختار احسن بطاقة. لذلك خوتي الناس اللي يلا بداو كيتبعوني، فهنا في هذا الفيديو تحدثت على جميع انواع البطاقات البنكيه في المغرب افضلها للعمل على الانترنت بدون اقتطاعات. يعني ملي غتدخل لهذا الفيديو هذا غنخلي لك الرابط ديالو بطبيعه الحال في وصف هذا الفيديو، غادي تشوف هذا الفيديو ومن ديك الساعه غتختار احسن بطاقه بالنسبه لك. اذا هنا صافي تجاوزنا المشكل ديال اختيار البطاقه. هنا ملي غتدخل الوصف ديال الفيديو غتلقى هنا رابط صفحه الكود تخفيض 40 درهم، يعني ما يقابل 4 دولار. هذه بالنسبه للناس اللي غيشريو اول مره. مباشره من غتدخل ليها غيطلع لكم الصفحه على هذا الشكل. اذا هنا عندنا 40 درهم الى غنشريو اول مره. اش غنديروا دابا؟ غنحاولوا ناخذوا هذا 40 درهم مباشره. هنا غيعطيونا باش ندخلوا الحساب ديالنا. من طبيعه الحال انت ما عندكش الحساب في علي اكسبريس، غنجيو هنا غنختاروا هنا وغنحاولوا نكريو واحد الحساب ديالنا اللي ساهل باش نكريوه. اول حاجه غيقولوا لنا دخلوا الجيميل ديالكم. من طبيعه الحال كل واحد غيدخل الجيميل ديالو، بما اننا هذا الحساب غير للشرح والتعليم فغادي ندير جميع المعلومات وهميه. بالنسبه لهذا الموقع اللي دخلت ليه دابا فكيعطيني واحد الجيميل اللي غنستعملوه في الشرح فقط. هنا دخلت الجيميل ديالي، هنا غنختار واحد المود باس. من طبيعة الحال هنا غادي ندير كرييت اكونت، يعني انشاء الحساب. غيجينا هنا واحد الكود في هذا الجيميل اللي درت، غندخل لعلبة الرسائل، غنجي هنا غنعقل على هذا الكود هذا 0179، غنكتبو هنا 0179. مباشرة هنا فيريفي ايميل باش يتأكدوا فعلا بأن هذا الجيميل ديالكم. هنا كيتأكدوا كذلك باننا ماشي روبوت. وهنا غادي نكمل تسجيل في الموقع، غندخل رقم الهاتف ديالي باش نفيريفي كذلك الحساب برقم الهاتف. هنا غادي نتوصل بواحد الكود، من بعد كندير سوبميت. اذا هنا الحساب ديالنا تفعل، غندخلو من هنا. وهنا غادي نحاولو ناخدو الكوبون ديالنا، كنعاودو ندخلو للحساب بنفس المعلومات اللي درنا من قبل. وهنا الدخول الى الحساب. اذا الان قمنا باخذ هذا الكوبون هذا، غنختار مثلا هذه الساعه. هنا غنختاروا اللون اللي بغينا في هذه الساعه مثلا، وهنا كنختاروا الكميه، يعني وحده ولا جوج ولا ثلاثه. انا غنكتفي بوحده فقط وغندير هنا باي ناو الا بغينا نشريو مباشره. الا ما بغيناش نشريو بغينا نحطوها في السله تنعاودو نرجعو لها، كنديرو هنا اد تو كارد. حنا غنديرو باي ناو يعني شراء الان. اذا هنا غادي نحاولو نحطو معلومات ديال لادريس ديالنا، يعني العنوان ديالنا اللي غادي توصلنا فيه هاد الشحنه. وكمعلومه الثمن اللي خلصتي في علي اكسبريس ما بقيش كتزيد عليه شي حاجه، لا هنايا في البوسطه ولا كذلك عند الفاكتور. اذا هنا غندخلو مثلا شي اسم وهمي، وهنا غنختاروا رقم الهاتف ديالنا اللي غيكون خدام، لان الفاكتور كيصنع لنا بعض المرات في هذه النمره هذه باش يوصل لنا السلعه ديالنا. هنا غنديروا شي ادريس وهميه كما كانت. نخلوها ابني ملال ازيلال، نديروا الزيب كود. وهنا غنختاروها بار ديفو، يعني هذه هي الادريس اللي بغينا تصيفط لينا ليها السلعه ديالنا. غندير كونفيرمي. اذا هنا غنجيو لطريقه الاداء. هنا عندنا ادخال معلومات البطاقه،
إذا مثلا عندنا هذه هي البطاقة ديالنا، فدائما لاحظوا معايا إخواني، هذا هو الرقم ديال البطاقة، كيكون فيه تقريبا 16 رقم، هو اللي كنديرو هنا في كارد نمبر أو رقم البطاقة. وهنا كيكون عندنا تاريخ انتهاء البطاقة، يعني هذه البطاقة مثلا تاريخ الانتهاء ديالها هو 12/24. كنجيو هنا كنديرو مثلا 12 اللي هو ديسمبر، وهنا كنديرو 2024. هنا كنرجعو بالنسبة للسي في بي، فهذا الرقم عبارة عن ثلاثة ديال الأرقام، هذا بحال اللي كيقولوا كود الحماية. كاين البطاقات اللي كيكون فيهم هنا، وكاين البطاقات اللي كيكون فيهم في ظهر البطاقة. لذلك إخواني هذا السي في بي كتدخلوه هو عبارة عن ثلاثة ديال الأرقام تكونوا معزولين بوحدهم. مباشرة ملي كنكمل المعلومات كنحتفظوا بالبطاقة. وكنصيحة، عمركم ديروا انغوجيستري او احتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة في جوجل كروم، لانه بعد انتهاء العملية كيطلب منا جوجل كروم باش نحتفظوا بهاد المعلومات ولا ما نحتفظوش بهم. دائما ما تحتفظوش بالمعلومات ديالكم اخوتي، اذا لان المعلومات الخاصة بهاد البطاقة وهمية فما غاديش تقبل لينا. فمباشرة ملي غادي ندخلوا هاد المعلومات غنجيو هنا كنلقاو باللي فعلا تنقصت لنا 4 ديال الدولار اللي هي 40 درهم على 8 ديال المنتوج، وغادي تقام عندنا ب 12 دولار فقط. يعني في الاول كان ب 16 دولار، دابا ولا ب 12 دولار. تتمة الشراء فكتدوز لنا المعاملة وكتبان لنا مباشرة باللي تقطعت من الحساب ديالنا، وكذلك غادي تبقى تبان لنا في المنتوجات اللي شريناهم في الحساب على اكسبرس. اذا خوتي هذه هي الطريقه، وباش ما ننساش فراني درت واحد الجروب في تيليجرام، غادي تلقاو الرابط ديالو في وصف هذا الفيديو، غتلقاو فيه جميع الهوتات اللي خاصين بالشراء من علي اكسبريس. كنجيب جميع المنتوجات اللي كيبان ليا عليهم تخفيض، ولا شي منتوجات اللي كيبانوا ليا الكاليتي ديالهم واعره والثمن ديالهم زوين، يمكن لكم تنضموا لهذه المجموعه في تيليجرام. اذا خوتي نتمنى تكونوا فهمتوني ونكون قدرت توصل المعلومه. اي سؤال او مشكل واجهته حاولوا تواصلوا معايا في التعليق الخاصه بهذا الفيديو، غنجاوبكم عليه ان شاء الله اول باول. وإلا عجبكم خوتي الفيديو ما تنساوش الضغط على اعجاب ومشاركته مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. وإلا كانت هذه اول زياره لك للقناه، ما فيها باس تشارك معنا وتفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.